يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أن العلماء هم مصابيح الدجى وأنهم ورثة الأنبياء، لكن كل من يسمع هذه الكلمة يحملها على الأعيان الذين هم في ذهنه وفي خاطره، فأرجو من فضيلتكم أن تعرفوا لنا العلماء الذين هم حقا مصابيح للدجى وهم الذين يقتدى بهم، هل لهم تعريف معروف؟ الذين ذكرهم الشيخ، الذين أخذوا منهج السلف وساروا عليه، هؤلاء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. نعم.